مقطع مغص حد يوديني المستشفى. يا اخوانا يا اخوانا حد يرد على الراجل يا جدعان. شايفين ننام الله يخرب بيوتكم. يا جماعه حد يشوف لنا دكتور. اسكت بقى واستحمل ما تقفناش معاك في ليلتك السودا دي. يا بطني لا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقيك ما نمتش طول الليل. المسكين فتحوا عليه الزنزانة النهاردة لقوه بين الحياة والموت. ده الأخ عبد الرحيم دعانا دعاء عشان خلصنا له موضوع البيات مع عبد الطاغوت محسن عرف الفاسد المعفن. أي نعم لها في 500 جنيه مرة واحدة بس ما يغلوش عليه. إيه؟ اتلفت ليه؟ ده لكون فاكر ان في حد هنا بيراقبنا ولا حاسس بينا اصلا. ما راقبوناش ليه؟ مش جايز يكونوا جايبيني هنا مخصوص عشان يشوفوا اذا كان عندي استعداد اتورط مع جماعات ارهابيه ولا لا. يا عيني على الخيال. وانت بالنسبه لهم ايه؟ انت مجرد رقم في قضيه اتقفلت وخلصنا وجابوك هنا ويا عالم هيفتكروك امتى؟ طب لما انا كده انت عايز مني ايه بالظبط؟ سبحان الله يا اخي استجدعتك وصعبان عليا حالك. انما ياكل الذئب الشارده من الغنم ويد الله مع الجماعه. خليك معانا احسن لك يا باشمهندس. طب وايه المقابل؟ هو لازم يبقى في مقابل؟ طبعا. هو في حاجه في الزمان ده من غير مقابل؟ لا لا مش عندنا احنا الكلام ده. يعني انتوا دفعتوا 500 جنيه حبا في عبد الرحيم. فاكرهم 500 جنيه مره واحده؟ لا دول 500 جنيه كل شهر. كمان ليه بقى؟ هو للدرجه دي عبد الرحيم هيفكوا في التنظيم بتاعكم؟ مين قال لك ان احنا عندنا تنظيم؟ اكيد يعني. امال بتعملوا كده ليه؟ لان ده واجبنا يا اخي الكريم. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بس تقدر تقول لي بقى ازاي عبد الرحيم هيسدد لكم الفلوس اللي انتوا بتدفعوها له؟ ومين قال لك ان احنا عايزينه يسددها؟ شفت؟ اهو يبقى اكيد في غرض تاني. غرض ايه؟ احنا بنعمل معاكم اللي اتعمل معانا قبل كده، ده سلف ودين. طب انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين؟ ضروري يعني؟ يا ريت. ربك ساترها. لينا اخوه بره السجن عارفين ان من مصارف الزكاه الانفاق على الاسرى، ونحن جميعا اسرى نظام الطاغوت، وانت اسير زينا، لابد ان ينالك نصيب مما ينالنا. ده حقك. انا بقى ماليش حق عند حد. انا حقي الوحيد ان انا اخد براءه واطلع من هنا عشان انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه يا باي. يا اخي غريبه قوي. الاخ عبد الرحيم قال لنا ان انت كان دمك خفيف جدا قبل ما تيجي هنا. ده انت عصبي ومكشر. ايه في ايه؟ مفيش حاجه. احتمال اخد اعدام، حاجه بسيطه يعني. انت بتضحك؟ بقول لك احتمال اخد اعدام. يا رجل اتق الله في نفسك. اعدام ايه؟ مين قال لك ان هم هيعدموك؟ ده في اخوه لينا هنا كتير جدا خدوا احكام ولسه ما اتنفذتش، ويا عالم هتتنفذ امتى وهم سايبينهم متلقحين. تعرفش ليه؟ جايز عايزين يدبسوهم في مصايب تانية جديدة. يا نهار اسود يا عم. ابوس رجلك ابوس رجلك. بلاش تطمني وبلاش تقول لي المعلومات اللي ربنا رزقك بيها، عشان انا بتنيل على عيني اكتر كل ما بتنورني بيها. عندك حق والله، عندك حق. اصل السجن بيدمر قدرة الانسان على التواصل الاجتماعي. شوف يا سيدي، انا لقيت لك حل وسط في موضوع الفلوس ده. لو موضوع الفلوس ده يعني مضايق كرامتك اللي انا معجب بيها والله. ايه رايك تعتبر ان احنا بندفعهولك ده مرتب
نظير خدمات. ايه؟ دي ما تعرفهاش دي كمان؟ دي مسألة مشهورة جدا في السجون. يعني لما بيبقى في مسجون عنده ضيقة وعايز يصرف نفسه جوه السجن بيشتغل خدمات عند مساجين تانيين. ما اكذبش عليك، هما بيبقوا تجار مخدرات ومزورين. بيشتغل عندهم، يغسل لهم فرشتهم، لبسهم، يطبخ لهم، حاجات زي كده. لا مؤاخذة، أنت باين عليك اتجننت يا دكتور. طيب تعالى بس، تعالى تعالى. معلش. ما أنا قلت لك إن التواصل الاجتماعي عندي باص خالص. أنا ما أقصدش إنك هتخدم حد فينا. أنت هتعمل زي عبد الرحيم وإخوة تانيين. يكلفوا بمهمات محددة. هتختار منها اللي أنت عايزه. طبيخ، كنس، مسح، أي حاجة. تالي ده أحسن كتير من رميتك لوحدك في الزنزانة. ولا إيه؟ وبعدين ممكن نشوف لك طريقة تكلم بيها أهلك في الموبايل. وهكلمهم إزاي بقى؟ أوعى تقول لي إني هكلمهم من مكتب الضابط نفسه. لا لا، أنت على نياتك فعلا. أنت هتكلمهم وأنت مجعوص على سريرك. ولو عايز تكلمهم من تحت الدش ما يجراش حاجة. شفت بقى سجون مصر اتطورت ازاي؟ تقدر تعمل فيها كل اللي انت عايزه، بس كله تمنه. يعني انتوا مالكوش حق تتحاكموا او تنفذوا قرارات افراج، ومع ذلك تقدروا تستخدموا موبايلات في قلب السجن. شفت مصر حلوه ازاي؟ ربك عامل فيها طاقات نور للعبيد والغلابه. بس خد بالك، لو حصل ان شاء الله كلمت اهلك نبه عليهم ما يجيبوش سيره لحد انك بتكلمهم من جوه السجن، لان الحكايه دي لو اتعرفت بنتقدر تقدير عجب. هيكلموا مين يعني؟ لا، واهلك زمانهم هيتجننوا عشان يعرفوا انت فين. واول ما هيعرفوا هيكلموا المحامي. المحامي هيطلب اذن زياره من مصلحه السجون. مصلحه السجون هتعرف ان الخبر اتسرب من جوه السجن. عندئذ هتمرمط اداره السجن، واداره السجن هتمرمط ظباط السجن، وظباط السجن هيمرمطوا مساجين السجن، وهيسحبوا مننا الموبايلات وتبقى مصيبه. على فكره انا لازم ابقى واقف جنبك وانت بتكلم اهلك، اظن ده ما يزعلش. مفيش مشكله، بس برضه ما قلتليش انت بتعمل كل ده ليه معايا؟ اكيد عايز حاجه. هي ايه؟ انا مش عارفها. ما افتكرش انك عايز حاجه من حد بره السجن، لأنك عارف إني مش هطلع من هنا أصلا. بس برضه في حاجة أنا مش قادر أعرفها. بقولك إيه؟ ما تقولها بقى وتجيب من الآخر. بص، أنا لا عايز أتكلم في الموبايل ولا عايز أتكلم معاك من أصله، غير لما أعرف أنت عايز مني إيه بالظبط. وسيبك بقى من الشويتين اللي أنت قلتهم لي دول. احترم عقليتي شوية يا دكتور. ليك حق. طيب يا باشمهندس، أنا عايز أثق فيك. اشمعنى؟ يعني لما بيبقى فيه مسجون احتياطي زيك، يعني على ذمة قضية ولسه ما اتحكمش فيها، بينقلوه في كل السجون خوفا من ان تيجي لجان من مجلس الشعب او من منظمات حقوق الانسان. ومجلس الشعب ده بينطق اصلا؟ ده تبعهم ولا منظمات الحقوق دي بتهمهم؟ معاك، بس التقليد لسه موجود. المسجون اللي زيك لازم يتفرغ دمه بين السجون. العبد لله اللي قدامك ده لف سجون مصر سجن سجن. الزقازيق العموم، شبين الكون، الوادي الجديد، وترى و و و ما تعدش. واستقر بي المقام ها هنا. طب والمطلوب مني لو فعلا اتنقلت من هنا؟ ابدا. هنحملك رسايل لاخواننا في السجون اللي انت هتروح. طب وانتوا هتعرفوا السجن اللي انا هروحه منين؟ يا باشمهندس، اللي يعرف يحط موبايل في زنزانه اكيد يعرف العربيه اللي هتنقلك هتوديك انهي سجن. طب ما اللي يخليكوا تعملوا كده يخليكوا برضو تبعتوا الرسائل دي مع حد غيري. على الاقل انا ممكن اتمسك بيها وانا بتفتش. ايوه بس دي مش رسائل مكتوبه يا باشمهندس، دي رسائل شفويه. برضه الكلام ده مش داخل دماغي. في حاجة في اللي أنت بتقوله لي مش مريحاني. أنا آسف يا دكتور. للأسف مش هقدر أساعدك في اللي أنت عايزه مني.
سيبني بقى في المصيبة اللي أنا فيها، أنا راجل ملوش دعوة بكل الكلام ده. طيب يعني مش عايز تكلم أهلك في التليفون؟ على الأقل طمنهم عليك يا أخي. ما هو هيفرق معاهم أنا في أنهي سجن في إيه؟ ما هم كده كده مش هيعرفوا يزوروني. أنا راضي بنصيبي. سيبوني بقى في الهم اللي أنا فيه. ماشي يا باشمهندس. براحتك. بس يعني الكلام اللي دار بيننا أرجو إنه يفضل ما بيننا. وإلا ستكون العواقب وخيمة. وهو أنت قلت لي حاجة؟ أنت فعلا ما قلتليش حاجة يا دكتور. التي تبين لنا الطريق نحو المستقبل. زادا لا ينضب وطاقة متجددة تدفع للمضي على ضرب التقدم والنماء. وإن رجال الشرطة ملتزمون بنهج أرسيتموه بأن تمضي المسيرة قوية توجب كل عزم وتضحية. وستبقى مصر بقيادتكم قادرة بعون من الله سبحانه على مواجهة التحديات انطلاقا من الثوابت الوطنية والقومية. رعى الله مصر وحفظكم لها قائدا وزعيما. والسلام عليكم. يا بصدك يا بصدك يا فاطمة، ولادك راحوا منك يا فاطمة. ما تخلصي، اخلصوا بقى. انتوا عايزين تصوتوا تقلبوها ملاحة؟ جت كل بلد. لا حول ولا قوة إلا بالله. جرى إيه يا عمي؟ دي قلبي أمي برضو حاسة بكل حاجة. الله جاتك البلد مخك أنت كمان يا ولادي. يا ستي الراجل ما جابش سيرة عيالك في كل الكلام اللي اتقال ده، ولا جاب سيرة التنظيم اللي قالوا إن هم فيه، ولا هم موجودين أصلا. أمال أنا نبلتهم ليه؟ خدودي بتاكلني يعني؟ يا ترى عملوا إيه؟ أكيد قتلوا ولادك، أكيد قتلوا ولادي، ولا مخبينهم في أي مصيبة عشان يداروا جريمتهم. بعد الشر يا ماما ما تقوليش كده. طب ليه ما يكونش إن الأدلة اللي مسكوها على محمود وأحمد مش كفاية علشان كده ما جابوا السيرة عنه؟ وممكن يكونوا هيلبسوهم مصيبة جديدة. أنا ما أقصدش، أنا أقصد إن هم عالم أبلس. يعني هي ناقصاك يا سي حسين أنت كمان. آه يا محمود. آه سبتك يا فاطمة. يا بنت انت بتعيطي ليه انت رخي؟ ما ترحمينا بقى. حبيبي يا ولادي، حبيبي يا ولادي. شوف يا ستي، ايا كان السر في انهم تجاهلوا التنظيم اللي اعلنوا عنه، فده معناه ان مفيش اي اتهام رسمي متوجه لاحمد ومحمود. وياما الداخليه اعلنت عن قضايا وطلعت فشوش، ولا راحت محاكم ولا غيره. يعني ايه؟ محمود هيختفي؟ التومي يا خالتي ليكي حق التومي. يا بنت انت حرام عليكي يا معدده، انت جايه تعملي معانا الواجب ولا جايه تطلعي عين امنا؟ هي بتتكلم صح. انت عايز تفهمني يعني ان محمود واحمد هيفضلوا مخبيينهم لغايه ما الداخليه يجيلها مزاجها وتخرجهم؟ واني ما قلتش كده صراحه. هو ده معنى كلامك يا عم؟ حقاني قوي يا ستي. شوف يا ستي، مفيش أي اتهام رسمي متوجه لابنك لحد دلوقتي. صدقيني والله أنا متفائل بأنهم ما جابوش سيرة التنظيم اللي قالوا عليه. يا حبيبي يا ولادي، شوف بقى ما أقولك، أنت تقوم دلوقتي حالا تتصلي باللي اسمها منى المحامية دي عشان ترسيني على بر وتفهمني إيه اللي حصل بالظبط لولادي. قوم قوم اتحرك يا راجل، يا إما هولع لكم في ريح النهارده. يا ماما خلاص. يا لهوي يا رايح فين التليفون أهو؟ رايح اجيب النمره. استرها يا رب، استرها يا رب، واحميكوا يحميكوا يا ولاد بطني يا رب. دول ما جابوش سيرتهم خالص في الخطاب. على فكره احنا ممكن نستغل الحكايه دي. انا ممكن اقدم بلاغ للنائب العام اقول فيه انه محمود واحمد وزمايلهم مخطوفين، عشان لو كانوا فعلا ارهابيين كان زمان الداخليه قالت اي حاجه رسم قدام الراي العام او رئيس الجمهوريه. برضه مفيش فايده فيك يا منى، مؤمنة دايما بالضغط القانوني اللي عمره ما بيجيب نتيجة، ولا عمره جاب نتيجة أصلا في حالات الاختفاء القسري اللي ملفاتها مالية منظمات حقوق الإنسان اللي في البلد. الناس دي فجرت خلاص، ما ينفعش معاهم غير ضغط الشارع، هو ده الحل الوحيد، غير كده انسي. يا سيدي العكابة بتاعتك، شايفة؟ مبروش أسبوع مع حبيب القلب أحمد وقلب راديكالي زيه. بقول لك إيه؟
ما ينفعش وانت رايح له بالهدوم والحاجات اللي طلبها منك تاخدني معاك. لا انت بالذات بلاش، زمان اخوكي وهيثم باشا مش حاطين واحد بس عشان يراقبك، لا 10 عشان عارفين ان انت نقطه الضعف الوحيده عند احمد، واكيد هيوصلوا له عن طريقك. طب انا هكتب له حاجه تديها له، انا مش عارفه اعملها. ده ابو محمود اكيد عنده 100 سؤال عاوز يسالهولي دلوقتي، انا مش عارفه ارد اقول له ايه، ده انا نفسي في مليون سؤال جوايا مش عارفه اجابته. طب قولي له يجي بسرعه عشان اديله الجواب اللي بعته له معايا، ولا اقول لك بلاش بلاش اكيد تليفونه متراقب. قولي له يجي وخلاص. تمام. ايوه يا اسطى كده برضه. والله يطمنك، والله انا قلت كده لمامته بس هي ما صدقتنيش. طالما ما جابوش سيرتهم يبقى في خير كبير باذن الله، جايز يكتشفوا ان هم غلطانين ومش بعيد يفرجوا عنهم. في ايه يا اسطى؟ انت بتقولني كلام انا ما قلتوش. اه طنط اكيد جنبك. بص بقى يا اسطى، في حاجه عاوز افهمها لك، هم اكيد مش هيسكتوا على كده، وممكن دلوقتي حالا يكونوا بيدبروا لمحمود واحد مصيبه تانيه. يعني انا اسفه انا بقول كده بس هي دي الحقيقه، ما انت عارف يعني، فبلاش نعشم طنط ونديها امل زياده عشان يعني لو حاجه حصلت الصدمه تبقى شديده قوي عليها. الله يطمنك، اني من يوم ما شفتك وقلت انك محضر خير كبير. شايفه يا فاطمه مش قلت لك خير باذن الله؟ الحمد لله. هات ما اسمع الكلام ده بنفسي. لا 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 انت كده هتاخدي الاسانسير والخط هيقطع. الاسانسير ايه؟ هي هتركب القطر تاخد اللي بعده. الو ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا يا طنط. طمنيني يا حبيبتي، هو خير ان شاء الله؟ خير اه ان شاء الله، ربنا يجيب كل خير. اه وقريب قوي هيبقى فيه اخبار حلوه. قريب امتى يعني؟ يعني قريب. انا اتفقت مع ابو محمود يجي لي بكره المكتب، وان شاء الله هنروح نقدم بلاغ في وزير الداخليه. يا نهارك اسود، انت عايزه تحبسي جوزي كمان؟ لا 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 خالص. لا بصي حضرتك، ده بس يعني اجراء قانوني كده، ابو محمود يبقى يشرح لك بقى. معلش انا لازم اقفل، اصل عندي ميعاد مهم جدا في النيابه. اه بخصوص قضيه محمود واحمد، ما ينفعش اتاخر ولا ايه؟ طيب يا حبيبتي مع الف سلامه، ربنا يوفقك، قلبي دعي لك في كل خطوه سلامه. مع السلامه يا حبيبتي. انت بتزغرط عليها يا بنت انت. شايف خالتي وشها نور ازاي؟ يبقى اكيد خير. قولي ما شاء الله. خير ان شاء الله. بس تصدقي بقى يا هدى، انت شرفتيني يا هدى. عايزه اطمن يا خالتي. والله وانستيني يا هدى. استني بس انت لازم تمشي عشان ابوك يجي وما يلاقيش اختي بره يعملها. ايوه يا بابا، يعني احنا دلوقتي المفروض نعمل ايه؟ نفرح ولا نلطم؟ هو لو تخرصوا شويه يكون احسن. اما اروح اجدد وضوئي عشان الصلاه. وايه يا اختي الراجل ده؟ زي ما يكونوا مش ولاده. تعالى هنا، انت في حته سكت كتير قوي، تعالى قول. يا سلام، حاسس انها رجعت لايام مصطفى لطفي المنفلوطي ورواياته. ناقص بقى تقرا الجواب على ضوء قنديل الزيت. انت بتقول فيها؟ ده احلى حاجه ان هنا مفيش نت من اساسه. طعم الجواب الغرامي يفرق كتير عن الشات والايميلات. مصدقك والله يا احمد افندي. اي والله يوعدنا يا رب. وانت ايه اللي حايشك؟ ما البت ايه هي عينها منك، انت اللي مش سائل فيها. يا عم هي ناقصه جنان؟ دي بنت لاسعه. تخيل مشيره النوت على الفيسبوك عايزانا يوم 25 ما نوصلش بس لحد ميدان التحرير، ونوصل كمان للقصر الجمهوري ونحاصره لحد ما مبارك يسيب البلد. جدع. طب ما التوانسه عملوا كده، هم اجدع مننا في ايه؟ تخيل معايا لو مش هقول لك 100,000، لو 50,000 واحد راحوا عند قصر الرئاسه، ده هيبقى زلزال يهد القصر على المافيا اللي فيه. يا عم ارحمني من احلام المسائل المتطرفه بتاعتك دي. مشيها واحده واحده. داتا داتا. وبعدين هو انت شويه تبقى متشائم وشايف ان احنا هيتقبض علينا وناكل علقه، وشويه تبقى حالم وجميل وعايزنا نحاصر القصر الجمهوري لحد مبارك يهرب ويسيب البلد. ما ترسلك على بره. والله بص انا دلوقتي سايبها على الله، واللي يحصل يحصل. بس اللي اعرفه ان الشعب المصري لو ما اتحركش دلوقتي زي ما التوانسه اتحركوا، يبقى يستاهل بقى كل اللي يجرى له من ذل وفقر وقهر. ازيك يا محمود؟ طب والله كويس انك فاكر اسمي، بقالك يومين ما بتعبرنيش. انا خفت لا يكونوا الاخوه فهموك اني كافر وان البعد عني غنيمه. بصراحه يا خالي كان عندك حق، الناس دي مش سهله واصل. ايه حصل ايه؟ بعد كام يوم من الدلع والمحلسه والشير فوق الراس بينوا هدفهم اخيرا. شفت؟ انا قلبي كان حاسس، طلعوا بوليس وعايزين يوقعوك في اعتراف. صح.
يا ريت، هما كانوا عايزين يصوروا الاعتراف فعلا بس مش للبوليس. ما لمين نخلص، انا هطلع منك الكلام بالعافيه، فرصه ان هما مش لازقين لك النهارده. قال ايه يا سيدي؟ عايزين نسجل كليب ينزلوه عن النت عن الجماعه بتاعتنا وازاي فجرنا الكنيسه واحكي عن امجادنا واهدي اللي حصل ده للشيخ اسامه بن لادن والشيخ ايمن الظواهري وكل التنظيم اللي قاعده في ارض الكنانه. يا نهار اسود، استنى استنى، انت عمال تقول لي هما اللي عايزين نتكلم مش عايزين نتكلم، هما مين دول؟ هما عاملين جماعه هنا جوه السجن. ايوه يا فكيك، امال انت يعني فاكر ان الدكتور ابراهيم ده فرداني كده؟ الراجل ده مش سهل واصل، مع انه قال كذا مره انه مصدق ان احنا مظلومين، ولما قعد معايا قال لي خلاص طالما الناس دي ناويه تظلمكم يبقى لازم نستغل الموقف دوت لصالح الدعوه الاسلاميه التي ستطيح بالظلم والظلمه. ايوه هو قال كده، وقال عايز يفتح سكك على بره عشان ينم على حس الكليب دوت تبرعات من بره مصر لصالح الجهاد. بره؟ بره فين يعني؟ ما خبرش، انا اول ما قال لي قفشت وقلت له لا، راح جالب على الوش التاني وبدا يعاملني معامله زباله ويعاني ما هيعملوا فيا ايه عشان ما افتش سره. اهدى عبد الرحيم، ما تقلقش نفسك، سر ايه بس؟ هم قالوا لك على اسماء مرتبطين بيها بره السجن. لا يبقى خلاص اطمن، بس بقول لك ايه، خلي عينيك مفتحه معاهم على الاخر، لازم تبقى حريص معاهم يا عبد الرحيم. انا كنت عايز احكي له حكايتي عشان يعني يفهم انه ما ينفعش اتصور وجده، بس خفت لاحسن يستغلها بعد كده دوت في اي مصيبه. خير ما عملت يا عبد الرحيم، انا من ساعه ما شفت الراجل ده وانا ما ارتحتلوش. لا وايه اللي يسمعه بيتكلم عن الظلم والسجون اللي راحها يصدقه ويصعب عليه. وليه ما يكونش بريء فعلا؟ ولما اتظلم ابتدى يبقى ارهابي، لقى الحكايه مش فارقه يعني. هتدافع عنه ولا ايه؟ مش الغرض دفاع، بعذره بس يا ابو خالد. يعني انت بس لما تلاقي نفسك تهمينك ظلم وهتقضي عمرك كله في السجن من غير ما تلاقي حد يحقق معاك ولا ينصفك، هتعمل ايه يعني؟ لو حد قال لك تبقى ارهابي مش هتقول لا. يا سلام، طب وانت ايه اللي منعك يا اخوي؟ هتسمع كلامهم بقى ولا ده ملعوب جديد عبد الرحيم؟ هما اللي بعتينك تاني. ها الله يسامحك يا خالد، الله يسامحك، انا كنت جاي بس عشان اقول لك ان انت كان معاك حد لما جلكت منهم. انا عايزك تبعد عنهم، ما طورتش نفسك معاهم زيي. انا يا عم لا عايز حاجه منك ولا منهم، انا ما صدقت الناجي هنا عشان اتساب في حالي، وجايز بعد سنه ولا حتى عشرة اقدر ابعت لاهلي واقول لهم انا فين عشان اقدر اشوف ولدي. انت ابنك عنده قد ايه يا ابراهيم؟ حسان عنده 3 شهور ما شفتوش ولا شفت حتى صورته، ما سمعتش منه غير صوت البكاء كل ما كنت اكلمه. ده ايه البلد اللي احنا عايشين فيها دي بس يا رب؟ بقى واحد هربان من الظلم يوم يرضى بظلم اكبر منه عشان يهرب من الظلم الاولاني. يا سيدي رضينا بالظلم عشان نريح دماغنا والظلم ما رضيش بينا، وفي الاخر طلع لي خازوق الجماعه دول ان ما عارفش اعمل معاهم ايه. اقول لك على حاجه عبد الرحيم، انا هقول لك على فكره بس عشان انت حبيبي. الله يخليك، لو ضغطوا عليك تاني اعمل نفسك محتار عايز تقول حاجه بس خايف، هيطمنوك عشان تحكي. قول لهم انك مش عايز تطلع بوشك عشان انت فعلا جزء من تنظيم اسلامي على عكس انا تماما جاي هنا غلط، ولو طلعت بوشك باقي التنظيم اللي معاك هيتعرف، وخليهم يسيبوك تقول كل اللي هم عايزينه وانت ملسم، وبكده تبقى ريحتهم وخليتهم يرموا توبتي. يا سلام، فاكرهم عطياك وهيصدقوا الكلام ده؟ دي ناس واعره واعره، ربنا يستر. همشي انا دروج قبل ما حد يخش علينا ونتفهم غلط. فهم غلط ايه يا عم؟ على اساس ان انا بغسل لك غياراتك؟ يا عم روح بكره تيجي تعيط زي كل يوم. قال يفهمونا غلط قال. يا حبيبي يا حبيبي يا احمد، الحمد لله ان ربنا طمني عليك عقبال محمود اخوك.
يا رب اطمن قلبي عليهم ورا اخر، يا رب ما تحرمني منهم ابدا ويجعلهم في كل خطوه سلامه، يا رب يكفيكوا شر ولاد الحرام ويخليكوا ليا ولا يحرق قلبي عليكوا ابدا يا ولاد بطني. ما خلاص بقى يا فاطمه، ما تعتقي الجواب شويه، ادي اخواته فرصه يروه هما كمان. هنقرا ايه يا بابا؟ ما انت شايف ابنك ما جابش سيره واحده فينا حتى بكلمه. على فكره بقى احمد ابنك ده قلبه قاسي. يا اختي انت يا ام قلب حنين قوي، انت فاكره يا بنت بعت لي الجواب منين؟ من الكويت؟ يا بنت يا بنت ده واحد هربان يعني وقته مش ملكه. يا سلام عليك يا هدى، انت بنبات جديد بتديني امل في اخواتك كلهم. شكرها بابا. بس انا عاوزك تروحي بقى لجوزك علشان حرام يقعد الوقت ده كله لوحده بالعيال. بسم الله الحافظ، يا رب ما تضرني فيهم ابدا وتطمن قلبي عليهم يا رب. ما حكيتليش النائب العام قال لكم ايه النهارده؟ بيسلم عليك يا ستي وبيقول لك قلبي عندك يا فاطمه. ما تفهميها تحيه كلام اللي انا لسه قايله لها من شويه، اصل راجع ما يعلم بيه الا ربنا. وانتي نازله المظاهرات بتاعت بكره دي؟ اكيد نازله، ويا ريت ما تحاولش تمنعني. تقلي يعني مش ناقص فضايح. انتي مش صغيره اصلا عشان امنعك، بس انا عايز اقولك تخلي بالك لانهم هما اصلا مدين تعليمات بكره للامن انه ما يجيش ناحيه حد، بس في مسيرات كده طالعه تحايي الشرطه، انا قلقان لا يكون في بينهم بلطجيه تهجموا عليك ولا حاجه. يا سلام، ده ايه النقد الذاتي ده؟ خلاص ابتديتوا تحسوا بالخطر؟ ايه انتوا؟ انتوا ايه؟ انت ليه بتكلميني على ان انا امين لجنه السياسات؟ وبعدين يعني عايز اللي زي يعمل ايه اذا كان عايز يخدم البلد؟ هم مقفلين كل السكك، ولا عايزين اروح انضم الحزب من احزاب المعارضه بتاعتهم عشان اخد ختم الوطنيه واتزوق؟ والله اقف زيكم وامسك يافطه وازعق على الرصفه والبلد في الاخر ما استفدش اي حاجه باللي انا اتعلمته. انا ما طلبتش منك مبررات. راجيا، انا عن طريق واحد صديق ليا بيشتغل في مكتب وزير الداخليه تقدمت بشكوى من 3 أيام في هيثم. أنا حكيت في الشكوى على كل حاجة أنت قلت لي عليها، كمان اتهمته إن هو لفق التهمة لأحمد وأخوه عشان يصفي حسابه مع أحمد. أنا قلت كل حاجة أنت قلتيها لي وما خفتش من الفضيحة، لأن مفيش فضيحة أصلا. الإنسان لما يتظلم ميبقاش فيها فضيحة، فضيحة ان هو يسكت عذره. هو مش كان من الاول يا فندم ان سيادة الوزير امبارح يعلن عن التنظيم اللي احنا وقعناه؟ انت شايف كده؟ انا بقول كده. طب ايه رايك ادي لك نمره الوزير تساله؟ العفو يا فندم، انا طبعا مقدر ان سياده الوزير مش عايز يخطف الاضواء من موضوع جيش الاسلام ده، خصوصا يعني ان في تفاصيل خطيره وتنظيم القاعده وكده. والله هيثم ما طول عمري وجع لي الدماغ. ايه رايك تقرا الشكوى دي وتقول لي ايه رايك؟ آسف يا فندم، ده كلام في منتهى العبط. تفتكر كده؟ طبعا يا فندم، القضية مظبوطة جدا، والنيابة هتحكم لما تشوف الأحراز اللي فيها الورق بتاع سلعة المتفجرات وكمان الاعترافات التفصيلية سواء الموقعة أو اللي بالصورة. مش معقول يا فندم كل ده هيتنسف قدام كلام مرسل من واحد مش عارف يلم أخته. صحيح هو فعلا
صديق عمري واتمنى عليها، لكن اعمل ايه؟ الولد اللي اسمه احمد ده عنصر اساءه اتلف عليها وبوظها عندا فيا فاخوها. بصراحه انا حاولت انصحها كتير لكن ما سمعتش الكلام، شيلت ايدي وكلمت زمايلنا اللي في النشاط الطلابي يركزوا معاها شويه، وحضرتك ممكن تسالهم وهتعرف منهم كمان ان انا جمعت معلومات كتيره جدا عشان احاول اساعدها. بس الولد طلع اخطر مما كنت اتخيل يا فندم. ايوه يا فندم، انا ما عنديش حاجه اخبيها، شغلي هو اللي هيدافع عن نفسي قدام النيابه بالادله وشهاده الشهود. الظروف اللي فيها البلد يا هيثم خدماك. عموما لما البلد تهدى وتروق لينا كلام تاني. قول لي اخبار سلافيين اسكندريه ايه؟ هينزلوا مظاهرات بكره عشان السيد بلال ولا انت مربط معاهم؟ دكتورنا صباح الفل، ايه الاخبار عندك؟ كان الله في العون يا ريس. لا 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 يا عم انت بتصدق الكلام ده؟ دي شويه عيال هبله. بص اطمن، طالما الاخوان مش نازلين يبقى حط في بطنك بطيخه صيفي. يا عم الاخوان عارفين الجيم كويس، عمرهم ما يعدوا الخطوط الحمراء. انا كنت عايزك في خدمه كده يا دكتور، عايز ابعت عندكم مصر واحد اعاره من عندنا. ما انت عندك الامكانيات الطبيه هايله احسن من عندنا بكتير. لا ده واحد شاهد كده في خطر على حياته يعني. لا 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 الموضوع ما يستحملش، هبعته لك بسرعه في امبوريه خاصه. بس بقول لك ايه، انا عايزك تدلعه. لا مش قوي كده يعني، هو بس ذاكرته قويه واحنا عايزين ندفعه له شويه. الله عليك استاذ، والله طول عمري بقى عليك استاذ. طبعا التعليم بره بيفرق عن هنا، مش احنا التعليم مجاني. على رايك يا باشا، البلد يؤكل. متشكرين يا دكتور، ما تحرمش منك ابدا ابدا يا عم. ما تقلقش، هو يومه هيعدي ولا كانه حصل اساسا. ماشي صباح الفل. تعالى لي يا ابني. انت يا ولد، لا اقف على الحيط كده خليني اشوف في ايه. بس يا باشا انت لسه قلقان مني ولا ايه؟ خد خد اكلك. بقول لك ايه؟ انتوا ليه ما خرجتوش النهارده ساعتين التمشيه بتوعنا؟ مفيش، مزاجنا كده. ليه بس كده يا باشا؟ ده انت حبيبي. في زياره مفاجاه لوزير الداخليه النهارده، وبعدين النهارده العيد بتاعنا اللي ما في نمره فيك. وقال لنا كل سنه وانتوا طيبين. طب يا طيبين، عشان عيدكم النهارده تقوموا تخنقونا؟ الجو برد واحنا محتاجين شويه شمس. وبعدين طالما الوزير جاي المفروض تخرجونا وتبينوا له ان انتوا بتعملوا له احسن معامله. يا اخوي طب اسمع هكلمك يا باشا. طب هات السيجاره. طيب كان لازمتها ايه بقى شحطتها من رشيد الاسكندريه كده طالما انت هتقضيها بحلقه وسرحان في البحر؟ مالك يا محمود؟ في ايه عايز تقولولي مش عارف تقوله يا محمود؟ انا نويت اسافر. الواد عصام اللي كان ساكن معانا في الشارع بعت لي دعوه عشان اروح له. بردك يا محمود يا ابن عبد الناصر نفذت اللي في دماغك. طب وديني لو فضلت احبك ولا فكرت في التاني بقى استاذ ضرب الجزم. طب اهدي اهدي عشان مش ههدى. انا غلطانه ستك تعمل فيا كده من الاول. يلعن ابو الحب يا اخي اللي يعمل كده في الواحد. يا بنت اهدي هتفرجي علينا الناس. ما اتفرجوا ولا يغوروا في داهيه. انا غلطانه ما سمعتش كلام ابويا لما قال لي ان انت مش بتاع جواز اصلا وعيله مجنونه. بس يا بنت بقى اتفرجت علينا الناس. اقعدي. مساء الخير. اهلا وسهلا. ما تفضل معايا. انت عبيط يا ابني من راسك. عاجبك كده؟ اتفضلي اقعدي اقعدي. اهو جنانك ده اللي كان مخليني مش عايز اقول لك.
برضك كده يا محمود؟ كنت عايز تسافر من غير ما تقول؟ تفتكر ينفع؟ ما هو نفع اهو، اديك بتقولي بعد ما جات لك الدعوه. مش عرفني انك هتمشي، افتكرتها هتبوظ زي كل السفريات اللي قبل كده. عايز تسافر وتسيبني يا محمود؟ يا شيرين انا وعادي هنا مش هيعمل اي حاجه. انت ليه مش قادره تصدقي ان انا مش الشاطر حسن اللي هياخدك على حصان ويسكنك في قصر عالي؟ انا بقتش عارف انا عايز ايه ولا حتى نفسي في ايه. انا ما ينفعش احلم، انا حيطه سده يا بنت الناس، افهمي بقى. الحاجه الوحيده اللي فاهمها دلوقتي يا محمود ان انت ما بقتش تحبني. بالعكس، ده انا عشان بموت فيكي بقول لك الكلام ده. يا شيرين انا حقيقي ما بقتش عارف بكره هيبقى عامل ازاي. حتى الشمس مديانا ضهرها يا عبد الرحيم. ده انا شفت شويه برد امبارح. الزنزانه الفاضيه بتخليك تشوف البرد بعينيك مش تحس بيه بس. انا حاسس لو فضلت كامل كلها هتجنن. هو في ايه؟ انت وقعت مع الاخوه ولا ايه؟ عامل لي حمله مقاطعه. جرسة ودني يعني. طب اقوم انا بقى عشان ما يقرصوش قوي. عيب يا راجل اقعد. في ايه؟ الشمس طالعه في ايه؟ ربك مع المنكسرين جابك. تضحك على ايه؟ فكرتني بالحاج جابر زمانه بيلعن ابو اليوم اللي دخلنا فيه ورشته. ده راجل واطي، بدل ما يدافع عننا باعنا هو وبنته. الله يلا بقى الله يسامحها. يا راجل حرام عليك، يعني هو كان يوقف قدام القطر عشاننا يعني؟ راجل كتر خيره انه شغلنا في ورشته. آه شفت، بيقول لك حصلت مظاهرات كبيرة امبارح في مصر واسكندرية والسويس والدنيا مقلوبة. أيوة صح، ده امبارح كان عيد الشرطة. أيوة، ما العيال بتوع الفيسبوك كانوا عاملين المظاهرات دي مخصوص في اليوم ده. أنا عارف، سمعتهم بيتكلموا لما كنت عند أحمد في شقته. أكيد أحمد وأبويا هينزلوا المظاهرات دول ما هيصدقوا. أنا خايف عليهم قوي عبد الرحيم، لا يجرى لهم حاجة ولا يتقبض عليهم. ربك يستر. يا محمود رحت مني فين؟ أنا تحت أمرك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أنا تحت أمرك. الأمر لله من قبل ومن بعد. في ايه؟ انا عبد الرحيم حكالي ومستعد اعمل كل اللي انتوا عايزينه مني، وهحكي لك كمان على ظروف عبد الرحيم عشان تعرف هو ليه قال لك لا. طب وايه اللي خلاك تغير رايك؟ البرد؟ هو البرد شويه. طيب ما انت استحملته لحد دلوقتي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ اديني سبب مقنع. عايز اكلم اهلي على الموبايل، قلقان على ابويا واخويا قوي، نزلوا المظاهرات بتاعت امبارح. أخوك الهربان ولا ليك إخوة تانيين؟ لا هو الهربان بس. حظك غريب، امبارح مأمور السجن علي النبراوي عمل حملة تفتيش على المساجين
وللأسف صادر كل الممنوعات. أصل في دلوقتي صراع بين محسن عرف الفاسد المعفن وبين ضابط جديد عامل نفسه بطل القانون اسمه باسل زكريا، والظاهر إن كان فيه تعليمات مشددة امبارح بالغتاتة على المساجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت سمعت كلامي من الأول، كان زمانك كلمت أهلك واطمنت عليهم. يعني مفيش أي سكة الموبايل تاني؟ المأمور بياخد أجازة يوم الجمعة، وبيبقى محسن عرف الفاسد المعفن هو المأمور المناوب. إن شاء الله هتكلم أهلك وتطمن عليهم. إيه؟ مالك؟ زعلان ليه؟ ده أنت هتكلمهم يوم الجمعة، يعني بعد بكرة. كله آتي قريب إن شاء الله. تمام يا دكتور. تعال هيك. أنت رايح فين؟ أنت مش سلمت لي نفسك خلاص؟ ولا رجعت في كلامك؟ أنا تحت أمرك. إن شاء الله الليلة هتبات وسط إخوانك دول. طب إزاي؟ أنت لسه قال إن في ضابط جديد مغتت. أيوه، مش الضابط الجديد ده بيروح بالليل؟ البركة بقى في مساعدين النبطشية. لحسن الحظ ذمتهم واسعة جدا. هينيموك إن شاء الله في مكتب المأمور نفسه. بس كله بتمنه. الله عليك يا دكتور. جزاك الله كل خير. السخرية بتدلدق من عينيك يا باشمهندس. معلش. بكرة هتفهم حاجات كتير قوي. وهتعرف أنه في محاربة الطواغيت كل الأسلحة مشروعة إذا صلحت النية.